ينضم إلينا من واشنطن الأستاذ باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي. أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية أستاذ باسم. ما هي الدوافع الأساسية التي جعلت وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين يبعثان برسالة إلى إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة؟ صباح الخير لك والمشاهدين. أنا أعتقد أنه طالما الولايات المتحدة وحلفائها من الغربيين يتعاملون بمعايير مزدوجة مع مناطق مثل قطاع غزة ولبنان وإيران واليمن، هم كما تعلمين يرفضون احتلال أوكرانيا ويفرضون عقوبات على روسيا والصين وإيران، وفي نفس الوقت يزودون إسرائيل بكل ما تحتاجه من أسلحة. لا تدرك الولايات المتحدة أن الحرب التي تشنها إسرائيل بغطاء من الغرب دمرت قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، ولكنها لا تفعل شيء عمليا. إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة في نهاية الأمر لا يعني شيء، لأنه المثير للاستغراب أنه الإدارة الأمريكية بمجملها سواء البيت الأبيض أو الخارجية يعني التي تقول أنها متخوفة بشأن مستوى وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة، هي مسألة غير مقنعة، لأنه هي أيضا تؤكد أنه رفضها القصف الجوي للعنيف على لبنان، ولكن شاهدنا أنه قبل ساعات الطائرات الإسرائيلية قصفت بشكل عنيف لبنان، وهي كذلك تفعل ما تفعله من دمار كبير وهائل في قطاع غزة. يعني أنه القصف الجوي على إسرائيل تقول الولايات المتحدة أنه شهد تتراجع في الأيام الأخيرة بناء على المراسلات التي تقوم بها. يعني عمليا هذه مسألة غير مقنعة، لأنه الموقف الأمريكي ضبابي ولا يمكن أن يفعل شيء، لأنه طالما تقول الولايات المتحدة أن هجوم إسرائيل على حزب الله يعتبر فرصة لإنهاء الوجود العسكري لهذا الحزب وإعطاء الفرصة لإعادة ترتيب الأوراق لدى الحكومة اللبنانية لإعادة انتخاب رئيس جديد، ومن ناحية أخرى المشكلة أنها أعطت إسرائيل مهلة 30 يوم لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور. أين كانت الولايات المتحدة عندما أقامت الميناء البحري قبل فترة ومن ثم نقلته إلى منطقة أخرى، ثم سمحت لأطراف بأن تنزل مساعدات عبر الجو وأوقفتها؟ يعني المسألة هنا تؤكد أن الموقف الأمريكي ينسجم تماما مع ما تقوم به إسرائيل سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو حتى في لبنان. طيب أستاذ باسم، من ناحية أخرى حضرتك ذكرت في كلامك أن الموقف الأمريكي ما زال في حالة ضبابية، إذن حضرتك لا تعتقد أن هناك تغييرا في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل هذه التطورات؟ وأيضا ما هو تأثير الضغوط الداخلية والدولية على الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل؟ يعني دعيني أقول أنه لا يوجد أي ضغوط حقيقية على الإدارة الأمريكية سواء من الداخل أو من المجتمع خارج الولايات المتحدة، سواء المجتمع الغربي أو حتى المجتمع الغربي ربما أو المجتمع العربي أيضا. ولكن التحركات التي قامت مؤخرا في الولايات المتحدة بناء على دعمها اللامحدود العسكري لإسرائيل أثر على شعبية يعني المرشحين للانتخابات. هناك عدد كبير من الأمريكيين والشباب في الولايات المتحدة قرروا عدم التصويت لا لهاريس ولا حتى لبايدن. هناك تأثير على الانتخابات، ولكن لا يوجد أي تأثير على الموقف الولايات المتحدة من دعمها لإسرائيل وعدم قدرتها على الضغط على إسرائيل
للتوقف ربما عن عزل شمال قطاع غزة ووقف القصف العنيف على قلب بيروت. المسألة هنا يعني مرة أخرى أؤكد أنه ما تقوم به الولايات المتحدة ينسجم مع الموقف الأمريكي. هذه هي القصة. ولا يعني أنه ماذا يعني أنه بعثت إسرائيل برسالة لإسرائيل بهذا الخصوص؟ إسرائيل عادة وخاصة نتنياهو لا يستجيب، لم يستجب في أي لحظة من اللحظات. وقبل قليل ذكرتم في الأخبار أنه رفض ما قامت به الولايات المتحدة، وحتى قال أنه لن ينسحب ولن يقبل بوقف إطلاق النار. عمليا هي مجرد مضيعة للوقت، وإنما هي ربما من باب أنه الرئيس بايدن أو حتى وزير الخارجية يريدون طرح بعض المواقف لي يعني عمليا هي لا تفعل شيء في نهاية الأمر. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من واشنطن الأستاذ باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي.